وكذا، قلت إذا كان جاء العمل فرغ شغر فأنا أريد أعمل فيها. تعمل في المكتبة. مكتبة. أما مع هذه الأعمال. الأعمال وبالفعل الدنيوية لا تريد. بالفعل جزاه الله خير أخبرني فقدمت الطلب وجعلني مفارس للمخطوطات. ما شاء الله. وفي هذا هذه مرحلة جديدة الآن. جعلني مفارس. وكنت أتكسب بهذه الصورة 3 سنوات. سبحان الله. وتكسب أنت أولا معلومات أحسن من المال. معلومات أنت أخبرت الشيخ الألباني رحمه الله، قلت أنا قرأت فارست كتاب الأباطيل للجوزقاني، خط جميل، والشيخ كأنه كان يتمنى أن يجد نسخة وكذا، فنصفه السطر الأخير محروق كأنها سابت النار، وأما الفوقاني من القرن الخط أنا قال لي هو الشيخ الألباني قال تقدر هذا الخط متى؟ قلت من القرن السادس خطان، قال هذا الذي يقوله. سبحان الله. لما أخبرته هو يا شيخ كذا قال ها، فجاء في زمن الشيخ الشيخ عباد وهو جعله في مجلس الجامعة، يعني عضو مجلس الجامعة التأسيسي اللي كان فيها أبو الحسن الندوي وغيره، فجاء الشيخ فاتصل به أو اتصلت به عن طريق أحد أبنائي كان عبد المصور أو مين كان موجود، فالشيخ قال أنا جاي إن شاء الله ولا بد أن أروح مكتبة. فالشيخ لما الشيخ عباد أعطاه سيارة بنفسه يسوق الشيخ، قال لا أريد سأل. فجاء الشيخ أول ما نزل أخذته، وأنا أيضا اشتريت كلية صغيرة، فأخذته من قريب من الحرم وجيت به إلى البيت، والحمد لله شرب الشاهي ودعا لي جزاه الله. ورأى المخطوطة. لا إلى الآن ما رحنا. لأن الوقت الظاهر كان بعد المغرب المغرب وكذا متأخر شوية، لكن الشيخ جاء بعد العصر مباشرة فشرب العصير ودعا جزاه الله خير، وأم أسامة أيضا قالت يا شيخ ادعو لنا. فالحاصل رحت عند الشيخ، والشيخ كان يملي علي في خلال 2 أو 3 يعني أخذ الفوائد كلها. وبطاقته كذا وقال اترك في الركن شيء للترقيم. نعم. للترقيم. نعم. ما شاء الله. عن فلان او كذا او جوزكاني. فيعني هكذا الشيخ، وكلها عند الشيخ يكون موجود او اذا انتقل في مكان. فهو لما جاء عبد الرحيم هذا ايش اسمه رحيم اللي كان تلميذ الشيخ الالباني ثم انقلب عليه، ايش اسمه الاردني؟ من؟ أبو رحيم. هذا كان جاء وواقف هناك قدام المسجد الجامعة، وهذه الورقة رأيتها من بعيد، فكان يسأل دكتور راشد، الشيخ كتب له شفاء إلى دكتور راشد الحبيب أن هذا طالب ذكي وكذا ونرجو قبوله. أنا ما عرفت شيء، بس هو واقف وأنا ما رأيته من قبل واقف، لكن رأيت ورقة الشيخ عرفته. فجيت من هذا الذي حامل ورقة الشيخ الألباني؟ كيف عرفت؟ ولا سجبي. نعم. قلت هذا ورقة الشيخ الألباني. فأنا كل حال أخذته إلى كذا وقبل. فنقول الحمد لله. ثم بعد ذلك جاء الطلب من المعهد. تدريس الحديث وأصول الحديث وتفسير وأصول التفسير. أي معهد؟ معهد الحرم. معهد الحرم. فجزاه الله خير المسجد الحرام العميد.